بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المعلم بلال قبلان ضمن سلسلة برنامج التعليم عن بعد، الصف الرابع، المادة اللغة العربية، تاريخ اليوم الثلاثاء 6 نيسان 2021. نكمل معا أعزائي الطلاب درسنا عنوانه في الهواء الطلق. كنا قد وصلنا إلى سؤال المعلمة تقول لتلامذتها: فإذا اضطررنا إلى قطع بعض الأشجار من هذه الغابة لحاجة ما، أو إذا شب حريق وأتى على بعض الجذوع والغصون، فما دورنا؟ أجابها مروان: أن نزرع أشجارا بدلا من تلك التي قطعت أو أحرقت. هذه هي كانت إجابة مروان. فسألته المعلمة معقبة: لماذا يا مروان، لماذا علينا أن نزرع الأشجار في الغابة؟ يقول مروان: لأن الشجرة تعطي الثمر الطيب وتنقي الهواء وتمسك التربة وتنشر الظل وتستقبل العصافير. إن هناك فوائد كثيرة للأشجار، فهي تعطي الثمر وتنقي الهواء وتمسك التربة وتنشر الظل وتستقبل العصافير على أغصانها. المعلمة: أحسنت يا مروان، أحسنتم جميعا. الآن قولوا لي أين يجب رمي نفايات المواد الاصطناعية بعد استهلاكها كالبلاستيك والكرتون والزجاج وبقايا الطعام. تسألهم أين يجب علينا جميعا أن نرمي النفايات بعد استهلاك المواد. أجابتها هند: في كيس محكم الإغلاق نضعه في برميل النفايات، في براميل مخصصة للنفايات. وداد: على أمل، أضافت وداد طبعا على إجابة هند، على أمل أن يأتي يوم نصبح فيه قادرين على وضع كل نوع من هذه المواد في كيس خاص حتى تسهل عملية التدوير أو إعادة التصنيع. أي أن وداد تأمل أن يأتي ذلك اليوم الذي نضع فيه كل مادة في كيسها المخصص، بقايا الطعام وحدها والبلاستيك وحده والنايلون وحده والأوراق والكرتون وحده والزجاج وحده والمعادن وحدها، من أجل إعادة تصنيعها في المصانع واستثمارها بشكل آخر. سعاد أضافت: ليبقى بيتنا نظيفا وملعبنا نظيفا وشارعنا نظيفا وبلدنا نظيفا. إذا قمنا برمي النفايات في مكانها المخصص لها سيبقى بيتنا نظيفا وملعبنا نظيفا أيضا وشارعنا وبلدنا بشكل عام. الآن معنا أسئلة، بعض الأسئلة في فهم النص سنقرأها لنجيب عليها. السؤال الأول: أين اجتمع التلامذة مع معلمتهم وكيف كان الجو؟ نعود إلى الفقرة الأولى. الفقرة الأولى يقول السؤال: أين اجتمع التلامذة مع معلمتهم وكيف كان الجو؟ اجتمعت التلامذة مع معلمتهم في غابة ظليلة، وكان الطقس صاحيا والجو دافئا. السؤال الثاني: ما كان عنوان المناقشة؟ الإجابة في الفقرة نفسها: كان عنوان المناقشة الإنسان يسمم نفسه. السؤال الثالث: ما كان جواب المعلمة عن سؤال هند عندما سألتها هند هل كان الإنسان قديما يعاني مشاكل بيئية؟ كان جواب المعلمة: نعم يا عزيزتي، قديما كان الإنسان يعاني مشاكل وأخطارا بيئية كثيرة. السؤال الرابع: ماذا سأل كل من رولا ومروان؟ الإجابة في الفقرة التالية: رولا سألت ما الذي تغير اليوم عن السابق، ومروان سأل ما سبب ذلك الانقلاب الذي حصل بين القديم وبين العصر الحالي. السؤال الخامس: ما الأصوات التي تسمع في الغابة؟ طبعا الإجابة في الفقرة نفسها عندما سألت المعلمة
ماذا تسمعون في الغابة؟ أجاب التلاميذ: نسمع زقزقة الطيور وحفيف الأوراق وخرير الساقية التي تعبر وسطها. أي إن الأصوات التي تسمع في الغابة هي زقزقة الطيور وحفيف الأوراق وخرير الساقية التي تعبر وسطها. السؤال السادس: ماذا يحصل لو أنشأنا مصنعا في الغابة، وما تأثير ذلك على الإنسان؟ الإجابة في الفقرة التالية: عندما قالت المعلمة ماذا يحصل لو أنشأنا مصنعا، فماذا يحصل يا نبيل؟ أجابها نبيل: يعبق الجو بالدخان والضجيج. ثم أضافت ليلى: إن الدخان المحمل بالغازات السامة يتسبب بضيق في النفس ويؤدي مع مرور الوقت إلى أمراض خطيرة، والضجيج الصناعي يكون سببا في اختلال ضغط الدم واضطرابات المعدة. إذن هذا الذي يحصل لو أنشأنا مصنعا في الغابة، وهذا هو تأثير ذلك على الإنسان. السؤال السابع: من أين حصلت ليلى معلوماتها؟ الجواب في الفقرة التالية، في الفقرة نفسها: قرأتها ليلى في مجلة متخصصة بشؤون البيئة والصحة. السؤال الثامن: ما تأثير المياه الملوثة في الأسماك؟ الإجابة في الفقرة التالية: ستموت الأسماك التي تعيش فيها، وستصاب بالأذى كل الحيوانات والأشجار والنباتات التي ترتوي منها. هذا هو الذي سيحصل جراء المياه الملوثة. السؤال التاسع: ما تأثير المبيدات في الطيور وفي بعض الحيوانات؟ الإجابة في الفقرة نفسها، عندما سألت معلمة: ولو رششنا أشجار هذه الغابة بالمبيدات فماذا سيكون تأثيرها؟ أجاب كامل: ستموت الحشرات التي تعيش فيها. وأجابت غادة: كذلك الطيور ستصاب بالأذى. السؤال العاشر: وما هي منافع الأشجار التي عددها مروان؟ السؤال العاشر: إذن ما منافع الأشجار التي عددها مروان؟ هنا في الفقرة الأخيرة: الشجرة تعطي الثمر الطيب، وتنقي الهواء، وتمسك التربة، وتنشر الظل، وتستقبل العصافير. السؤال الأخير، الحادي عشر والأخير: أين يجب رمي النفايات؟ الإجابة هنا في الفقرة الظاهرة أمامكم: يجب رمي النفايات في كيس محكم الإغلاق نضعه في برميل النفايات، ويمكننا أن نضيف: ليبقى بيتنا نظيفا، وملعبنا نظيفا، وشارعنا نظيفا، وبلدنا نظيفا. هذه هي أسئلة في فهم النص، أرجو منكم كتابة الأسئلة مع حلها على الدفتر. والواجب المنزلي عليكم هو نسخ الصفحة الأولى من الدرس، الصفحة 63، عليكم نسخها على الدفتر وقراءتها قراءة سليمة عبر تسجيل صوتي يرسل للمعلم. ثانيا، نسخ قاموس الدرس على الدفتر. وأخيرا، حل تمارين الدرس على الكتاب الخاص بالتمارين، صفحات 58، 59، 60، 62. نختار فقط بعض الأسئلة معان ودلالات. أولا، معان ودلالات، نحل السؤال الأول والثاني، سؤالين الأول والثاني.
وثانيا صيغ وتراكيب، نحل الأول والثانية والثالثة والرابع. ثم التعبير الكتابي، نحل السؤال الأخير الثالث فقط الموضوع. سأعرض عليكم الأسئلة المطلوب منكم حلها. أولا معاني ودلالات. السؤال الأول، أذكر الضاد الكلمات التالية. نريد الضاد هذه الكلمات: صاح، آمن، زرع، دافئ، نظيفة، خاص، قديما، هادئة، يجهل، مرض. والسؤال الثاني، اختار من النص الكلمات والتعبير التي تدل على الخوف والخطر. نختار من النص بعض الكلمات والتعبير التي تدل على الخوف والخطر. ثانيا صيغ وتراكيب. السؤال الأول، أربط بين الموصوفات وصفاتها فيما يلي. علينا التوصيل بين كل موصوف وبين صفته. السؤال الثاني في صيغ وتراكيب، وزع العبارات على فئتين: الأولى تختص ببيئة أيام زمان، والثانية ببيئة اليوم. نقرأ العبارات الموجودة أمامنا، نضعها في هذين الحقلين: الحقل الأول بيئة أيام زمان، الحقل الثاني بيئة اليوم. السؤال الثالث، أكمل هذه الأمثال الشعبية مستعينا بالعبارات الآتية: كنز لا يفنى، قنطار علاج، من الإيمان، سلطان مخفي. هذه الكلمات سنضعها في الفراغات المناسبة لها. السؤال الرابع في صيغ وتراكيب، أحول من المفرد إلى المثنى في الجمع. المفرد، هذه بيئة صالحة. في المثنى نقول هاتان، إلى آخره. الجملة التالية، هي معلمة قديرة. في المثنى ماذا نقول وفي الجمع؟ والجملة الثالثة، إنه فنان مبدع. نحولها إلى المثنى ثم إلى الجمع. وأخيرا التعبير، موضوع التعبير، اخترتم بالتوافق فيما بينكم وبالاتفاق مع إدارة المدرسة ومجلس البلدية والأندية الاجتماعية أن تحتفلوا بيوم النظافة، يوم النظافة العالمي. قررتم مع إدارة المدرسة الاحتفال بهذا اليوم، فماذا فعلتم؟ أولا وضعتم برنامجا، ووضعتم حددتم الزمان والمكان، حضرتم دعوات للهيئة الإدارية وللهيئة التعليمية، للأهل، للرفاق، وللمحال التجارية. دونتم لائحة بأهم المعدات والحاجات اللازمة: معاول، رفوش، مكانس، مناجل، أكياس، مطهرات، أغراس، ماء وطعام. وزعتم إرشادات وتوجيهات في منشورات مطبوعة، كتبتم يافطات ولافتات، جهزتم منصة للخطابة في آخر الشارع، أي في آخر نقطة عمل. أخبر بالتفصيل عما جرى في ذلك اليوم مستعينا بالتصميم، ذاكرا النتائج. إذن سنكتب موضوعا عن احتفال بيوم النظافة العالمي، وكيف كانت آلية العمل، وكيف نتحدث عن هذه النقاط الموجودة أمامنا على اللوح، ونرسل الواجب إلى المعلم. ودمتم سالمين، أرجو لكم عملا موفقا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.